موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على شوف تي في، أهلا بكم. نظم مجموعة من المواطنين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المغربية مساء أمس السبت وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بالرباط، تعبيرا عن شجبهم للأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المغرب خلال الآونة الأخيرة. وردد المشاركون في الوقفة التي حضرها ممثلو جمعيات وطنية وجمعيات تنشط بديار المهجر شعارات ورفعوا لافتات تندد بالتدخل السافر للجزائر في الشؤون الداخلية للمغرب، خاصة عداؤها المتواتر للوحدة الترابية للمملكة. وفي سياق متصل، علمت شوف تي في أنه تمت متابعة الناشط الجمعوي حميد نعناع في حالة سراح بتهمة انتهاك حرمة مسكن بعدما أقدم يوم الجمعة على الانسلال داخل مبنى القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، وأنزل العلم الوطني الجزائري، وذلك على خلفية وقفة احتجاجية نظمها مجموعة من الجمعويون وبعض جمعيات الجالية المغربية المقيمة بالخارج احتجاجا منهم على الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري بوتفليقة لندوة أبوجا، واعتبرها المغرب مسا بالوحدة الترابية للمملكة. في الشأن الاقتصادي، وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة مع وكالة الأسفار الرائدة ببولونيا إيتاكا يوم أمس السبت بأكادير اتفاقية شراكة تمتد على مدى 3 سنوات وتهم مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب من هذا البلد. وأكد المدير العام للمكتب السيد عبد الرفيع زويتن عقب التوقيع على هذه الاتفاقية مع الرئيس المدير العام لوكالة الأسفار البولونية السيد ماريوش جانزوت أن بولونيا تعتبر سوقا واعدا للسياحة المغربية، بحيث سجل توافد السياح البولونيين الوافدين على المغرب ارتفاعا بنسبة أزيد من 9% إلى غاية شهر غشت الماضي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012. فنيا، أحيت الفنانة المغربية رشيدة طلال ليلة السبت الأحد أمسية فنية، وذلك في إطار فعالية الدورة الخامسة لمهرجان أكبار ببوجدور. وأدت رشيدة طلال خلال هذه الأمسية مجموعة من الأغاني التي تنهل من التقاليد الموسيقية الحسانية العريقة والعصرية، كما تميزت السهرة التي قام بتنشيطها الفكاهي خالد جواج بتقديم عدة ألوان موسيقية لفنانين قدموا من موريتانيا والسنغال والكونغو الديمقراطية ومالي والكاميرون وغانا ونيجيريا وساحل العاج الكونغو والصومال. نختم بالخبر الرياضي، حيث أقال نادي أجاكسيو الفرنسي المدرب الإيطالي فابريتسيو رافانيلي من منصبه بعد خسارة الفريق أمام فالنسيان أمس السبت في المرحلة 12 ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وقال رئيس نادي أجاكسيو ألان أوروسني لقد قررنا وقف التعاون مع فابريتسيو رافانيلي رغم أنه لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار. يشار إلى أن الفريق فاز بقيادة رافانيلي بمباراة واحدة حتى الآن، حيث يحتل المركز 19 برصيد 7 نقاط من 12 مباراة. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا الموجز، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.